السلام عليكم. حتى نضبط الإعدادات مال الصفحة نجي هنا، طبعا نختار هنا اسم الطابعة، هسه نختار PDF. اللايوت نقدر إذا سويناها هالشكل راح يصير بالعرض، الورقة تصير بالعرض، إذا هالشكل بالطول. نروح إلى هاي مور أوبشن، طبعا هاي على كروم. البيبر سايز نختاره A4 بيج بير شيت، عدد الصفحات بالورقة. إذا أنت الكروم مالتك عربي تطلع بالعربي. واحد المارجن خلينا نخليها هاي كوستم، هذه كوستم. ونجي نغير، لاحظ شلون أخلي الباونس على الطرف وأصعده وأنزله على الأطراف، بحيث أجي أضبط حسب يعجبني يعني بالورقة، حسب المارجن. المارجن يعني شنو؟ يعني الهوامش، سكيل، القياس مال الورقة. أحيانا نحتاج أنه نزغر ونكبر ونخليها 50%، خصوصا الناس اللي يطبع نص ورقة. أيضا أضبط أكبر هذا الرقم وأزغره، مثلا راح أخليه، إذا أخليه 100 أقدر هالشكل كتابة، العفو 10 صارت 100، يصير هيج. أخليه فد رقم آخر إلى أن أضبط الورقة. هاي الأوبشن هاي اللي هي أوخرها، لأنه تطلع هاي فوق في الكتابة هالشكل، هاي الهيدر والفوتر الجوة ألغيها. أما هاي باك جراوند فهي تخلي الورقة ملونة أو تخليها عادية. وأضغط هنا تطلع، أنا عندي تطلع عند السيف، أنت تطلع عندك برنت، نفس الشيء.